وقف مع موجز للأنباء. أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تدعم مسودة مشروع القرار الذي يعتزم الفلسطينيون تقديمه إلى مجلس الأمن لأنه لا يحقق هدف السلام بحسبها. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق زعترة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الجيش العراقي بمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر السيطرة بشكل كامل على بلدة الضلوعية الاستراتيجية في محافظة صلاح الدين بعد اشتباكات مع مسلحي داعش. كما تمكنت القوات العراقية من السيطرة. شل عصيان مدني اليوم الحركة في محافظات جنوب اليمن بدعوة من الحراك الجنوبي، حيث أغلقت الدوائر والمؤسسات الحكومية أبوابها. العصيان. أعلنت هيئة الانتخابات في تونس النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مؤكدة النتائج الأولية بفوز المرشح الباجي قايد السبسي بمنصب الرئاسة من دون تغيير في النسبة التي نالها كل من المتنافسين. هيئة الانتخابات كانت قد انتظرت. ختام المسائية عودة إلى متابعة ملفاتها، أو ختام الموجز عودة إلى متابعة ملفات المسائية مع كمال. إلى كمال. دينا، شكرا جزيلا.